قال العلماء: إذا ترك أهل قرية الأذان، الأذان وهم هم أركان الإسلام، إذا ترك أهل قرية الأذان وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذن، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. إذا تركوا صلاة العيد، قال ما نصلي صلاة العيد لا في بيوتنا ولا في الصحراء، يجب أن نقاتله. حتى لو فرض أن قوما قالوا: يا جماعة تعال، الأذان هل هو من أركان الإسلام؟ قلنا: لا، لكنه من شعائر الإسلام، فنقاتلكم حتى تؤذن، نقاتلكم.